بالضبط بدوار بوزريبة بلدية عين الباردة، وأسفر الحادث عن وفاة إذن كما أشرت 4 أشخاص وإصابة 28 شخصا آخر بجروح متفاوتة. فيما أسفر حادث أو أسفر اختراق سيارة بطريق الوطني رقم 65 الرابط بين بلديتي العبادية وتشتا زكاها بالضبط على مستوى بلدية العبادية باتجاه تشتا عن وفاة شخصين رحمهم الله وإصابة 3 أشخاص بحروق. ولتفاصيل أكثر حول الحادثين يلتحق بنا عبر الهاتف الرائد سمير بوشخيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني. مرحبا بكم سيدي. صباح الخير لك ولكل الطاقم العامل على هذه الحصة ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. نعم، بداية ماذا عن حيثيات الحادثين اللذين وقعا صبيحة اليوم؟ الحادث الأول الذي وقع بغنابة وخلف مقتل 4 أشخاص. بالنسبة للحادث الخطير الذي وقع بولاية عنابة، تدخلت وحدات الدرك الوطني لولاية عنابة صبيحة هذا اليوم من أجل معاينة هذا الحادث المروري المميت وتقديم يد المساعدة للمواطنين. الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قلمة وعنابة بالضبط ببلدية عين الباردة بمنطقة بوزريبة. حسب المعلومات الأولية الحادث وقع إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة للوزن الثقيل ومركبة نفعية أخرى، إثر اصطدام عنيف وخلف للأسف وفاة 4 أشخاص وإصابة 28 شخص بجروح مختلفة، نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الباردة، وفتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا في حيثيات الحادث. نعم، طيب ماذا عن الحادث الذي وقع بطريق الوطني رقم 65 ونجم عن احتراق السيارة؟ بالنسبة للحادث المروري الذي وقع بالطريق الوطني رقم 5 والذي والناجم عن احتراق سيارة، حسب المعلومات المتوفرة لدى قيادة الدرك الوطني، لحد الساعة يعني هذه المركبة احترقت يعني إثر حادث عرضي. نعم. وحصيلة أو حصيلة الحادث لحد الساعة لم تردنا يعني حصيلة حول الحادث. نعم. وسنوافيكم بها لاحقا. بالطبع. طيب فقط حتى نختم معك سيدي، ما هي أسباب هذه الحوادث المرور المميتة؟ هل بسبب حالة الطرقات أم بسبب العامل البشري أي التهور أو السياقة المتهورة؟ بالنسبة ل يعني أسباب هذه الحوادث، أسباب هذه الحوادث بالنسبة لحادث مرور ولاية عنابة، لا زالت تقني حوادث المرور في عين المكان من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، وربما هذا الحادث وقع نتيجة عدم تخفيض السرعة عند رداءة الأحوال الجوية. لماذا؟ لأن في الصباح الباكر حوالي الساعة 6:30 كانت يعني قطرات الأمطار بالطريق، ومن المعروف ونحن نعرف أن عند تساقط القطرات الأولى للأمطار يزداد حوادث المرور نتيجة الكبح المفاجئ ونتيجة يعني عدة عوامل كالطريق لزوجة الطريق وما إلى ذلك. أما بالنسبة لحادث احتراق السيارة، هذا الحادث وقع بولاية عين تفلة عبر الطريق الوطني رقم 65 الرابط بين بلديتي العبادية وتشتا. هذا الحادث وقع ليلا وأسفر حسب المعلومات الذي وردتني حينا عن وفاة شخصين رحمهما الله وإصابة 3 أشخاص بحروق.
يعني هذه المركبات احترقت لوحدها، تبقى الأسباب مجهولة، ربما يعني غياب الصيانة الطورية للمركبة مثلا أو ما إلى ذلك. نعم، شكرا لكم الرائد سمير بوشخيط رئيس المكتب التنسيقي بالقيادة الغامة لدرك الوطني، شكرا جزيلا على المداخلة.